سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ. في سجلات نصر أكتوبر المجيد، أحداث وشخصيات بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديرا لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن. وفي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات. ومن بين هذه الأسماء الفريق فؤاد عزيز غالي، قائد الفرقة 18 مشاة أثناء حرب أكتوبر. ولد الفريق فؤاد عزيز غالي في 10 من ديسمبر عام 1927 بمحافظة المنيا، ثم انتقل مع والده إلى مدينة إوسنا بمحافظة المنوفية، ثم التحق بالكلية الحربية وتخرج فيها عام 1946 ضابطا بسلاح المشاة، وتدرج في المناصب القيادية بسلاح المشاة حتى وصل إلى قائد الفرقة 18 مشاة. وكان للفرقة 18 مشاة تحت قيادته دور بارز في حرب أكتوبر، فقد قامت بتحرير مدينة القنطرة ودمرت أقوى حصون خط بارليف، وتقدمت شرقا مقدمة أروع نماذج البطولة والتضحية، مما كان له أكبر الأثر في تحقيق نصر أكتوبر المجيد. وبعد تحرير مدينة القنطرة والسيطرة على كل مواقع العدو الإسرائيلي، قامت الفرقة 18 مشاة بتأمين منطقة شمال القناة من القنطرة لبورسعيد. وبذكاء وعبقرية فؤاد عزيز غالي تم التصدي لكل هجمات القوات الإسرائيلية والتي أربكت حسابات القوات الإسرائيلية شمال القناة. كانت علاقة القائد فؤاد عزيز غالي بجنوده يضرب بها المثل، فقد كان قريبا من جنوده محبوبا منهم، نموذجا للوحدة الوطنية التي تمثلت في أروع صورها. ونظرا لدوره الكبير في تحقيق نصر أكتوبر المجيد، فقد رقي إلى رتبة اللواء وعين في 12 من ديسمبر عام 1973 قائدا للجيش الثاني الميداني، تقديرا لمكانته العسكرية وقدراته التنظيمية الفائقة. ثم عين محافظا لجنوب سيناء في 16 من مايو عام 1980، حيث لعب دورا كبيرا في وضع خطط تنميتها، وكرمه الرئيس الراحل محمد أنور السادات بترقيته إلى رتبة الفريق. وفي 1 من أغسطس عام 2000 رحل القائد الذي سيظل أحد رموز الوطنية والعسكرية المصرية، وتبقى ذكراه شاهدة على وحدة وعظمة هذا الوطن.